مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة يوم خاص جدا ومهم جدا. ليه؟ لأنه بيصادف تاريخ إنشاء وتأسيس النادي الأهلي، هذا النادي الكبير والعظيم واللي مليء بالعديد من الإنجازات والبطولات والشخصيات الهامة جدا على مدار تاريخه، والأهم من كل ده مبادئ وقيم رسخت في تاريخ هذا النادي منذ إنشاؤه. إمتى بالتحديد؟ في 24 أبريل 1907، ده تاريخ إنشاء النادي الأهلي، وده تاريخ أول اجتماع رسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي. النهاردة 24/4/2019، بالتالي بنحتفل بمرور 112 سنة على هذا النادي العظيم. كلام كتير جدا نقدر نقوله في حق النادي الأهلي، وخصوصا أن هو يعني نادي بيضم جماهيرية كبيرة جدا جدا جدا، والجماهيرية دي قدر النادي الأهلي أن هو يكتسبها من خلال مشوار كبير على مدار 112 سنة مليء بالإنجازات والبطولات. البطولات دي ممكن تكون أحد الأسباب اللي خلت أن يكون في شعبية كبيرة جدا للنادي الأهلي، مش بس البطولات. في الحقيقة بعض الناس لما بيجوا يشجعوا النادي الأهلي بيلاقوا أن في النادي الأهلي جزء من شخصيتهم، في النادي الأهلي جزء من مبادئهم والقيم اللي تربوا عليها، عشان كده بيتجهوا للانتماء لهذا الكيان الكبير والعظيم وهو النادي الأهلي. النادي الأهلي في البداية ما كانش نادي كرة قدم، وما كانش الفكرة من إنشاء النادي الأهلي إن هو يكون نادي لكرة القدم، وبالتحديد الفكرة جت من عمر بيك لطفي طبعا اللي كان بيترأس نادي طلبة المدارس، والفكرة جات له إن هو عايز يعمل نادي يجمع هؤلاء الطلبة، إن هم يكون ليهم حوارات وطنية وأنشطة مختلفة وممارسة الرياضة اللي بيحبوها في النادي ده. من هنا جت فكرة النادي الأهلي إن يتم إنشاؤه، بالتحديد كان في 1907. حب الطلبة لكرة القدم هو اللي خلاهم إن هم يكون عندهم فكرة لتكوين فريق كرة القدم داخل النادي الأهلي، وبالتحديد تم بشكل رسمي تأسيس أول فريق لكرة القدم في تاريخ النادي الأهلي في 1911. ده كان أول فريق رسمي للنادي الأهلي لكرة القدم، وكان دي بداية لحكاية طويلة جدا وقصة طويلة جدا للنادي الأهلي بالتحديد في كرة القدم وفي كل الألعاب في الحقيقة. يعني حكاية كبيرة وقصة طويلة طويلة مليئة بالإنجازات والبطولات اللي مش هنقدر نعدها، لأن بطولات كتير جدا في الحقيقة في مختلف الألعاب داخل القلعة الحمراء. فبالتالي الانتماء للنادي الأهلي ده شيء شرف لأي واحد يكون منتمي للنادي الأهلي ويشجع هذا النادي والكيان الكبير المليء بالأمور الرائعة فيما يخص المبادئ والقيم. ولما بنقول مبادئ وقيم دي بتكون حقيقة، البعض ممكن يكون ما بيتكلمش على الكلمة دي أو ما بيحبش كلمة المبادئ والقيم شوية، لأن هو ممكن ما يكونش اتعود عليها بشكل أو بآخر، طبعا مع كل الاحترام لكل الناس، لكن كل واحد بيشوف شخصيته بتتناسب مع أنهي كيان وأنهي نادي وبيتجه للانتماء لهذا النادي. عشان كده النادي الأهلي ليه الملايين والملايين من الجماهير الحمراء والجماهير الأهلوية في مختلف أنحاء العالم. خلال 112 عاما تولى رئاسة النادي الأهلي 15 رئيسا، بدءا من ميشيل أنس، عزيز عزت، عبد الخالق ثروت، جعفر والي، ده تولى رئاسة النادي الأهلي ولايتين، تخللهما فترة تولى فيها أحمد فؤاد أنور لاعب الفريق السابق رئاسة النادي كقائم الأعمال، أحمد حسنين، أحمد عبودة، صلاح الدسوقي محافظ القاهرة، الفريق عبد المحسن مرتجي طبعا ولايتين أيضا تولى فيهم رئاسة النادي الأهلي، إبراهيم كامل الوكيل كابتن كبير جدا، كابتن صالح سليم وأيضا كان ولايتين، كابتن محمد عبد صالح الوحش طبعا رمز من رموز النادي الاهلي، واكيد القيمه الكبيره جدا كابتن حسن حمدي، وكانت فتره رائعه في الحقيقه من خلال توليه رئاسه النادي الاهلي، ايضا المهندس محمود طاهر طبعا خلال الفتره اللي فاتت، واخيرا كابتن كبير كابتن محمود الخطيب خلال هذه الولايه الحاليه. شخصيات ورموز كتير جدا خرجوا من النادي الاهلي، وكمان واضح جدا من خلال الأمور اللي بيمر بيها النادي الأهلي على مدار تاريخه، انتمائه للوطن وليه دور وطني كبير جدا جدا كنادي طبعا مهم، وبيضم كوادر كتير جدا داخل نادي الأهلي بالتحديد. فبالتالي النهاردة بنحتفل ب 112 سنة أهلي على مرور هذا النادي العظيم. إذاعة
أسس النادي الأهلي العظيم. زي النهاردة بنينا على أرض مصر هرم رابع، وكتب رموز النادي الأوائل أول صفحة في تاريخ كبير جدا وعظيم جدا، بيزيد كل يوم وبيكبر كل لحظة. زي النهاردة يوم 24 إبريل سنة 1907 فتح الأهلي بابه لمجد عايش معاه وعايش بيه. زي النهاردة ابتدينا حلم وضعوا الأساس لكيان تفخر به مصر كلها والوطن العربي والعالم كمان. الكيان ده نكمل برضه إن شاء الله بأولاده وأعضائه وجمهوره، الكل في حلقة في سلسلة من العطاء وإنكار الذات، علشان يفضل الأهلي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا واللي بنفخر بيها كلنا. زي النهاردة بدأت الحكاية، وكل يوم جيل يسلم الراية، راية العزة وراية الفخر والأمجاد اللي بتكون يعني الحقيقة هي أساس مسيرة أعظم نادي، النادي العظيم لمبادئه وقيمه قبل ما يكون عظيم ببطولاته، النادي اللي مؤمن إن جمهوره وأعضائه ومحبيه ولاعبته هم البطولة الأهم. النادي الأهلي هو ماضي وحاضر ومستقبل. الحاضر بيحافظ على الموروثات من الماضي وبيسلمها للمستقبل، الجيل القادم من الأهلوية، عشان يحافظ أيضا على هذه الموروثات اللي بتتمثل في القيم والمبادئ والبطولات والتاريخ الكبير والإنجازات الكبيرة بالنسبة للنادي الأهلي. دي كانت بعض كلمات طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، واللي يعتبر أيضا أحد الرموز التاريخيين في تاريخ هذا النادي، سواء كلاعب كرة قدم عظيم طبعا في تاريخ الكرة المصرية كمان، مش النادي الأهلي بس، أو أيضا كرئيس للنادي الأهلي. هنستنى تواصل حضراتكم معانا على هاشتاج 112 سنة أهلي عشان نشوف تعليقاتكم في هذا اليوم المهم جدا بالنسبة لكل الأهلوي. طيب قبل ما نخش ونروح نشوف أهم العناوين لحلقة النهاردة، خلينا نتكلم طبعا عن مباراة غاية في الأهمية غدا، واستعدادات النادي الأهلي بالتحديد الفريق الأول لكرة القدم لمباراة المصري إن شاء الله بإذن الله بكرة، مباراة مهمة جدا جدا في مشوارك في بطولة الدوري، وانت بتركز في هذه المباراة لأنك عايز تاخد البطولة، والنادي الأهلي الأمور كلها في إيديه، النادي الأهلي المتحكم في مصيره في إحراز لقب بطولة الدوري العام. هذه البطولة المنتظرها السنة دي بالتحديد جدا جدا جمهور النادي الأهلي، متعود جمهور النادي الأهلي على تحقيق هذا اللقب، لكن اللقب السنة دي هيكون لطعم ومذاق خاص، وخصوصا في ظل المنافسة الشرسة مع فرقتين محترمين في الحقيقة، وفرقتين كبار طبعا زي نادي الزمالك وأيضا فريق بيراميدز. فلما تفوز بالدوري في ظل المنافسة القوية دي فهتكون الفرحة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. من هنا جاية أهمية المرحلة اللي جاية كلها، 8 مباريات ورا بعض في بطولة الدوري هيحددوا مصيرك، وانت اللي قادر تحدد مصيرك ده بنفسك انك تفوز في الثمان مباريات دون النظر لأي نتيجة من النتائج لأي فريق من الفرق الأخرى. تكسب الثمان ماتشات تفوز ببطولة الدوري بشكل جيد جدا، وفي ظل منافسة قوية وفي ظل أمور كلنا عارفينها دون التطرق ليها طبعا، وكلام كتير على مدار الموسم بشكل كامل. فمهم جدا النادي الأهلي يركز في هذه المرحلة، يركز في الثمان مباريات اللي جايين اللي هيبتدغوا من خلال مباراة صعبة جدا أمام فريق المصري البورسعيدي. المباراة هتكون في ملعب المكس في الإسكندرية، في البداية هي كانت في استاد الجيش بالسويس، لكن لأن الموافقات الأمنية ما كانتش جت فتم نقل هذه المباراة لاستاد المكس بالإسكندرية. احنا عارفين المباراة دي هتكون من غير جماهير، لكن مهم جدا ان انت ان شاء الله باذن الله تفوز بثلاث نقاط، تحسن صورتك شويه بعد الفتره اللي فاتت اللي كانت صعبه شويه على الاهلاويه، علشان ان شاء الله باذن الله تكون المباراه دي دفعه قويه لاستكمال 7 مباريات اخرين بعد هذه المباراه، وتقدر من خلالهم ان انت تفوز وتحصد لقب بطوله الدوري، هذا اللقب الهام، وتبقى البطوله ان شاء الله رقم 41 في تاريخ بطولات النادي الاهلي في بطولات الدوري بالتحديد الدوري العام، وايضا تبقى البطوله الرابعه على التوالي بالنسبه للنادي الاهلي، فده هدف اساسي ورئيسي. والفريق خلاص سافر النهارده لبرج العرب عشان يستعد لهذه المباراه، واللي زي ما قلت لحضراتكم هتكون على ملعب المكس. فريق المصري فريق قوي جدا،
بيضم لاعبين مميزين، والاهم كمان من كده ان هم عندهم جهاز فني محترم قوي قوي قوي. الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق اللي قدر ان هو يرجع شخصيه النادي المصري بعد ما رحل الكابتن حسام حسن، واللي قدر من خلال مباريات عديده مع الفريق المصري منذ توليه المهمه ان هو يحقق نتائج ايجابيه بشكل كبير جدا، وكان ابرزهم طبعا الفوز على نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعدي هذه المباراه ويقدر يفوز بثلاث نقاط، هيكونوا مهمين قوي في مشواره في بطوله الدوري. زي ما قلت لحضراتكم الفرص كلها في ايد النادي الاهلي، حتى كمان بعد فوز بيراميدز امبارح على الزمالك الفرص بقت افضل كمان نسبيا، رغم ان حتى قبل الانتصار ده كانت كل الفرص في ايدك، لكن يعني يديك حتى لا قدر الله لو النادي الاهلي تعادل ماتش في المباريات الثمانيه اللي جايين هتفضل برضو الفرص في ايدك انك تكسب الباقي. يعني انت الثمان ماتشات لو تعادلت فيهم ماتش وكسبت الباقي هتاخد الدوري كمان، يعني الدوري بينادي النادي الاهلي، وده اللي ان شاء الله بيهدف ليه ومركز عليه جدا مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي، وايضا اللاعبين اللي كلهم حماس وانتظار لتحقيق هذا اللقب، واسعاد كل جمهور النادي الاهلي وعوده البسمه على وجوههم ان شاء الله باذن الله. لكن في بعض الامور اللي حابين نتكلم فيها مع بدايه حلقه النهارده، ويمكن من خلال مباراه امبارح ما بين الزمالك وبيراميدز بالتحديد شفنا اراء كتير على التحكيم، عشان بس ما يكونش او يكون واضح لكل الناس ان مش الاهلي بس اللي بيعترض على الحكام اللي بيجوا من بره، لا واضح جدا ان في حكام للاسف للاسف مش مصنفين اصلا في اوروبا وبيجوا يحكموا في مصر. الاسباب ايه انا ما اعرفش، بس هي حاجه غريبه بصراحه. انت دلوقتي دافع 25000 دولار ايا كان انت انهي نادي، دافع 25000 دولار يعني 25000 دولار دول يجيبوا لك حكم تصنيف اول في اوروبا بشكل عادي جدا وبسهوله جدا. بنشوف الدوريات كلها اللي حوالينا بيجيبوا حكام من هذا التصنيف، التصنيف الاول بالتحديد. ليه الدوري المصري اللي بيجي فيه تصنيف تاني وتالت كمان لاداره المباريات؟ طب خلاص خلي الحكام المصريين احسن، يعني الحكام المصريين افضل في الحقيقه، حتى لو في اخطاء كتير ممكن يكون بينقصهم الخبره شويه، لكن في نفس الوقت ما نشوفش تحكيم بهذا السوء. مباراه الاهلي وبيراميدز كان حكم سيء جدا وحكم غير مصنف ما نعرفوش اصلا، الحكم كمان مباراه امبارح كان حكم سيء جدا. معظم المباريات اللي بيجي فيها حكام اجانب في مصر ما فيش تصنيف اول فيهم، يعني ما فيش غير حكم مباراه الزمالك وبيراميدز الاولى بتاع 3-3 كان روكي حكم الايطالي، حكم معروف وشهير وده تصنيف اول في اوروبا وكان ادار المباراه بشكل جيد جدا. لكن لازم يكون في نظره من لجنه الحكام في اتحاد الكره واتحاد الكره نفسه في بخصوص هذا الموضوع، لو في حكام اجانب جايين مصر خلال الفتره الجايه نتمنى ان يكونوا حكام الصفوه في اوروبا، حكام من التصنيف الاول، عشان نشوف مباريات تكون على نفس المستوى، خصوصا انت داخل في مراحل حاسمه في بطوله الدوري سواء في القمه او في القاع، عندك ناس بتنافس على او انديه بتنافس على البقاء في بطوله الدوري، في المقابل الاهلي والزمالك وبيراميدز بيتنافسوا على الفوز بهذا اللقب، فبالتالي لازم تجيب حكام على نفس المستوى للمباريات المقبله في مختلف المباريات في بطوله الدوري الممتاز. قبل ما نبتدي كمان في حلقه النهارده في لقطه مهمه قوي قوي لازم نعلق عليها، وهي اللقطه الخاصه بالكابتن محمود الخطيب والوزير العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي الاهلي بالامس، واللي راحوا وساندوا فريق النادي الاهلي، هي دي اللقطه اللي انا بقول لحضراتكم عليها. الاثنين هم مع بعض رايحين امبارح في مران النادي الاهلي كان بالتحديد في تمام الساعه 4 عصرا عشان يأزروا اللاعبين ويأزروا الجهاز الفني ويقفوا في ظهرهم قبل مباراه مهمه قوي زي مباراه المصري البورسعيدي. فبالتالي يعني واضح جدا التفاهم والعلاقه القويه ما بين رئيس النادي ونائبه من خلال هذه اللقطات، وكل طبعا اعضاء النادي الاهلي بيلتقطوا بعض الصور التذكاريه معاهم، وهم قيمتين كبار جدا في الحقيقه في تاريخ النادي الاهلي، سواء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي او الاستاذ العمري فاروق. يا جماعه خليني اقول لكم ان مجلس اداره النادي الاهلي دايما بيكون في تفاهم ما بينهم وفي تواصل بشكل جيد وواضح ومحترم، وده ناتج عن الاسس والمبادئ والقيم اللي هم اتربوا عليها في النادي الاهلي، وده على مدار كل مجالس الادارات بالمناسبه مش مجلس اداره النادي الاهلي الحالي. كانت صوره مهمه جدا ان هم الاثنين في التوقيت ده بالذات يكونوا متواجدين مع بعض ويكونوا متواجدين في اتجاههم لاستاد مختار التتش عشان يساندوا الفريق في المرحله اللي جايه، ويدوا رساله للجميع ان مجلس اداره النادي الاهلي كله على قلب رجل واحد، وان كلهم بيساندوا الفريق وهدفهم واحد وهام وواضح جدا بالنسبه للجميع، وهو فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري ومساندتهم للجهاز الفني وللاعبين
وان هم دايما في ظهرهم, ودي لقطات هامه جدا في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي. وجب ان احنا نعلق على هذه اللقطات قبل ما نخش في عناوين حلقه النهارده, ده شيء كان مهم جدا. طيب نروح نشوف بقى اهم العناوين لحلقتنا النهارده, يلا بينا. اليوم الاهلي يحتفل بذكرى يوم تاسيسه ال 112. قرارات مهمه لمجلس اداره الاهلي. الفريق الاول يختتم تدريباته استعدادا لمواجهه المصري. رمضحي على راس قائمه الفريق استعدادا للمصري. تغييرات متوقعه على التشكيل في مباراه الغد. المنتخب يرفض مواجهه غانا وكوت ديفوار وديا في يونيو. لجنه المسابقات تطالب الانديه واللاعبين ومجالس الادارات بالالتزام. طيب كلها عناوين مهمه في الحقيقه, وبالتحديد فيما يخص النادي الاهلي واستعداداته لمباراه الغد ان شاء الله امام فريق المصري البورسعيدي. هذه المباراه الهامه جدا النهارده. كمان خليني اقول لكم ان في قمه في الدوري الانجليزي, وهي قمه بتهم المصريين وبتهم طبعا كل جماهير ليفربول, وهي ما بين مانشستر يونايتد صاحب الملعب اولد ترافولد ومانشستر سيتي. مباراه هامه جدا لان مانشستر يونايتد لو فاز على مانشستر سيتي الفرص بالنسبه لليفربول فيما تبقى من مباريات, لو حصدوا كل النقاط اللي جايه لهم عندهم ثلاث مباريات لو فازوا فيهم ياخدوا بطوله الدوري بعد غياب 30 سنه تقريبا. اخر مره حققوا هذه البطوله كان في 1990, يعني من زمان جدا, فحاجه هتحسب بكل تاكيد لفريق ليفربول ولنجمنا المصري محمد صلاح. فأكيد النهاردة كمصريين رغم أن في بعض المتحمسين لبعض الأندية الإنجليزية, لكن إحنا كمصريين نفسنا أن مانشستر يونايتد تفوز على مانشستر سيتي عشان تدي فرصة كبيرة جدا ليفربول لتحقيق بطولة الدوري. المباراة هتكون في تمام الساعة 9 مساء, المباراة هتبقى مهمة وصعبة وقوية جدا النهارده. كمان في الجزء الثاني من حلقه النهارده هيشرفنا وينورنا استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع عشان نتكلم في كل ما يخص الرياضه المصريه بشكل عام, واكثر تخصصا فيما يتعلق بالنادي الاهلي خلال الفتره دي. نروح نشوف بقى ايه اللي اتكتب على النادي الاهلي في صحف النهارده. مجله الاهلي, الحسم والتحدي, الدوري في ملعبك يا اهلي. مجلة الأهلي, موعدنا الخميس وخلاص مفيش أعذار ولا بديل على الانتصار يا أهلي. الدوري المصري أول مباريات الكؤوس الثمانية للاحتفاظ باللقب إن شاء الله. الأهرام, الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة المصري بالدوري, الفريق يفقد جهود 11 لاعبا واتجاه لإشراك الشحات ظهيرا أيمن. اليوم السابع, لعنة الغيابات تؤرق الأهلي قبل مواجهة المصري. الشروق, تغييرات إجبارية في تشكيل الأهلي أمام المصري, لاسارتي يدرس المغامرة بإكرامي في حراسة المرمى. المساء, لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي في موقعة المصري, لطفي في حراسة المرمى, ربيعة مع حمدي لحل أزمة الوسط, أزارو يقود الهجوم. الأخبار, كلام نهائي لقاء الأهلي والمصري بالمكس, لاسارتي يرفع حالة الطوارئ ويستقر على تشكيل المباراة الصعبة. الجمهورية, بعد نقل مباراة المصري إلى استاد المكس الأهلي يعسكر في الإسكندرية ويدرس المنافس بالفيديو. طيب يعني النهارده كان مران صباحي للنادي الاهلي, وهو كان مران رئيسي بالنسبه للفريق استعدادا لمباراه الغد. خلاص النهارده كان مراننا مهم جدا, قبليه كان في محاضره غايه في الاهميه من مستر لاسارتي اللاعبين,
بعد المباراة أو عفوا بعد المران مباشرة، أعلن الجهاز الفني عن القائمة اللي هتسافر مع الفريق أو اللي هم خلاص يعني أعتقد وصلوا خلال هذه الدقائق يعني لمقر الإقامة الخاص بيهم في برج العرب. خلينا أقول لحضراتكم القائمة بالتحديد اللي اختارها مستر مارتين لاسارتي لهذه المباراة: علي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، كده شريف إكرامي خلاص غايب مش موجود في هذه المباراة، مع الوقت إن شاء الله شريف إكرامي هيخش في الصورة. إحنا عارفين إن الشناوي موقوف بسبب الإنذار الثالث فمش موجود في مباراة الغد يعني. فبالتالي في حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وفي نص الملعب حمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد. عودة رمضان صبحي عودة مهمة جدا، وكمان تواجد صالح جمعة، وأيضا عودة أحمد الشيخ وتواجد وليد أزارو، صلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور أجايي والناشئ عربي بدر، لاعب مميز جدا على فكرة عربي بدر، وهيكون أحد اللاعبين اللي لهم دور ومستقبل كبير في طبعا النادي الأهلي، وأحد نتاج قطاع الناشئين، ولاعب مواليد 2001 وبيشارك مع اكتر فئه عمريه او اكتر من فئه عمريه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، سواء فريق 2001 فريق 2000 فريق كمان 97. لاعب مهم جدا، واشركه كمان مستر لاسارتي في بعض المباريات الوديه الاخيره وادى بشكل جيد وبيجيد اللعب سواء كمساك او حتى كلاعب وسط ملعب، فبالتالي لاعب مميز جدا جدا، هو اللاعب عربي بدر. يعني بشكل عام قائمة في حدود المتاح بالنسبة لمستر لاسارتي، ودي طبعا بعض اللقطات من التدريبات الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي على مدار الأيام الماضية، وده تدريب الأمس بالتحديد. يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الغد أمام فريق المصري البورسعيدي، هذه المباراة الهامة جدا. طيب نبتدي التعليق على بعض الأخبار في الصحف النهاردة، ونبتدي من مجلة الأهلي واللي بتقول الحسم والتحدي، وفعلا لازم تحسم النتائج بتاعتك وتحسم انتصارك في هذه المباريات، ولازم تفوز بثلاث نقاط، كل ثلاث نقاط مقبلين في مشوار النادي الأهلي ضروري وحتمي انك تفوز بيهم. وفعلا زي ما مكتوب كده في العنوان اللي قدامنا على الشاشة، ان الدوري في ملعبك يا أهلي، انت تكسب الثمان ماتشات بما فيه مباراة بكرة ومباراة الزمالك بقيت بطل الدوري، مالكش دعوة خالص خالص بأي نتيجة سواء للزمالك أو لبيراميدز على مدار المباريات المتبقية للفرقتين دول في بطولة الدوري. فده شيء مهم جدا، وده كلام كمان الجهاز الفني مع اللاعبين، وكلام كمان كابتن محمود الخطيب في إحدى الاجتماعات مع اللاعبين، إن الأمور كلها لسه في إيديكم يا جماعة. مهم جدا إن أنتوا تفرحوا كل الجماهير الأهلاوية من خلال الثمان مباريات اللي جايين، ومهم جدا إن أنتوا تفوزوا بكل مباراة، ومحاولة عدم فقدان أي نقطة في المباريات الجاية، لأن أنت لو فقدت نقاط خلاص الدنيا هتتصعب شوية في ظل المنافسة القوية طبعا مع الزمالك وبيراميدز. لسه مع مجلة الأهلي واللي بتقول معادنا يوم الخميس إن شاء الله، وهي طبعا مباراة الغد ما بين الأهلي والمصري، وإن مفيش أعذار بالنسبة للعبة النادي الأهلي. وهو فعلا النادي الأهلي مش مكان للمبررات والأعذار إطلاقا يعني، وما فيش كمان بديل عن انتصار زي ما احنا اتكلمنا وقلنا، وده العنوان الخاص بمجلة النادي الأهلي. كمان أهم جزء في العنوان ده إن المباريات كلها اللي جاية مباريات كؤوس، الثمان ماتشات اللي جاية لك كلهم مباريات كؤوس، ما ينفعش تتعادل فيهم، التعادل هيفقدك نقاط، فبالتالي هيفقد بعض الأمال في الفوز ببطولة الدوري. مش عايز أقول كل الأمال لأن احنا لسه مش عارفين الأمور هتمشي إزاي مع كل الفرق في الصدارة بالتحديد أهلي وزمالك وبيراميدز، فانت مهم جدا ان انت تلعب هذه المباريات كمباريات كؤوس، تكسب كل ما تكسب ماتش، بدايه من مباراه بكره صعبه جدا امام مصري، كل ما فرصك تزيد بشكل كبير جدا في فوز ببطوله الدوري. فده ان شاء الله اللي بنأمله وبنتمناه من كل لاعبي النادي الاهلي ومن الجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي وجهازه المعاون يعني. طيب خلينا نروح للاهرام واللي بتتكلم عن الغيابات، وفي الحقيقه في عدد من الغيابات الكتير في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره دي، وده ناتج عن بعض الاصابات وبعض الايقافات. عندنا ثلاث لاعبين موقفين عن هذه المباراه، سواء عمرو السوليه لاعب مهم جدا، محمد الشناوي لاعب مهم جدا، مروان محسن لاعب مهم جدا، الثلاثه عندهم الانذار الثالث فبالتالي مش متاحين بالنسبه للجهاز الفني في هذه المباراه. الاهرام بتقول ان في 11 لاعب هيفقد النادي الاهلي جهودهم في مباراه الجد، وفي اتجاه لاشراك حسين الشحات ك ظهير ايمن، هما بيتنبؤوا بالتشكيل. لكن خليني اقول لحضراتكم ال11 لاعب اللي هيغيبوا عن مباراه بكره: حسام عاشور
محمد دهاني، كريم نيدفيد، محمود وحيد، محمد محمود طبعا، كل دول اصابات، معهم كمان سعد سمير واسلام محارب وعمر جمال، دول اصابات مختلفه، 8 لاعبين بسبب الاصابات المختلفه. لكن في المقابل بيغيب كل من محمد الشناوي وعمرو السليه ومروان محسن بسبب الايقاف. بيعود مين؟ بيعود رمضان صبحي، لعيب مهم جدا عودته ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في مباراه الغد. كمان بيعود احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي واللي كان غايب من فترات بعيده بسبب ايضا الاصابه. اي لعيب هيعود انت هتحتاجه بشكل كبير جدا، وهيديك فرصه كجهاز فني ان انت تختار اللعيبه الانسب لكل مباراه، وان هم يساهموا بشكل كبير ان شاء الله باذن الله في الفوز بالمباريات. خليني اقول لحضراتكم التشكيل المتوقع من قبل جريده الاهرام اللي هم كاتبينه في متن الخبر بالتحديد. بيقولوا ان علي لطفي هيكون في حراسه المرمى، في خط الدفاع علي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم، وبيتنبأوا او بيتوقعوا ان حسين الشحات هيكون ظهير ايمن في هذه المباراه، وهو بيجيد في الحقيقه اللعب في هذا المركز، وحسين الشحات جوكر في تشكيل النادي الاهلي، بيقدر يلعب في كذا مكان يعني. في نص الملعب ده طبقا برضو لتوقعات جريده الاهرام، في نص الملعب حمدي فتحي واحمد فتحي او ناصر ماهر، يعني احمد فتحي او ناصر ماهر اللي هيكونوا جنب حمدي فتحي في نص الملعب. هيبقى امامهم الثلاثي صالح جمعه اللي عودته خلال الفتره اللي فاتت مهمه جدا في صفوف النادي الاهلي، وجونيور اجايه وجيرالدو، وامامهم المهاجم الوحيد وليد ازارو. ده طبقا للتشكيل المتوقع من قبل جريده الاهرام، لكن لسه طبعا التشكيل هيكون طبقا للرؤيه الفنيه طبعا والتكتيكيه لمستر لاسارتي وجهازه المعاون، هم الادرى بكل تاكيد وكلنا بنساندهم بكل قوه جدا 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 خلال الفترة الجاية بالتحديد، عشان إن شاء الله يكونوا موفقين في اختيار التشكيل الأنسب لكل مباراة، وكمان نقدر نحقق بطولة الدوري. الشروق بتتكلم عن تغييرات إجبارية في تشكيل الأهلي، وده بسبب الإصابات، وده يعني ده مرتبط كمان بالخبر اللي فات، وهم بيتكلموا عن إكرامي ممكن يكون متواجد في حراسة المرمى. خلاص القائمة طلعت من غير شريف إكرامي، وقلنا اللي متواجد كل من علي لطفي ومصطفى شوبير. المسا كمان بتتكلم على ان مستر لاسارتي استقر على التشكيل، وبيتوقعوا ان ربيعه ممكن يكون متواجد في نص الملعب، وخصوصا ان هو يعني بيتميز في هذا المركز، وربيعه ايضا احد اللاعبين المهمين جدا في صفوف النادي الاهلي. طيب الاخبار كمان بتقول ان خلاص كلام نهائي مباراه الاهلي والمصري في استاد الماكس، واحنا خلاص قلنا الكلام ده لحضراتكم، وكان معروف الكلام ده من اول امبارح بالليل بالتحديد، واحنا عارفين ان كانت المباراه في استاد الجيش بالسويس، لكن بعد عدم وصول الموافقات الامنيه بالتالي تم اللجوء لملعب الماكس والخاص بنادي حرس الحدود في الاسكندريه عشان يستضيف هذه المباراه. طيب بعض الاخبار كمان بتحديد اخر خبر معانا نعلق عليه خاص بجريده الجمهوريه، واللي بيقول ان بعد مباراه المصري او بعد نقل مباراه الاهلي ومصري للماكس، الفريق خلاص سافر اسكندريه او هيعسكر في الاسكندريه استعدادا لهذه المباراه، وان طبعا الجهاز الفني بيدرس فريق المصري بالفيديو. طبعا بعض اللقطات اللي اكيد بيركز عليها مستر لاسارتي والجهاز الفني بالكامل فيما يخص نقاط القوه والضعف في فريق المصري البورسعيدي، ومهم جدا ان انت تركز قوي قوي في دراسه المنافس عشان ان شاء الله باذن الله تقدر تلعب على نقاط الضعف اللي عنده، وتقدر تتعامل مع نقاط القوة الخاصة بفريق المصري، وخصوصا زي ما قلت لحضراتكم فريق قوي وعنده لاعبين مميزين وعنده لاعبين أفارقة كمان مميزين جدا، والأهم من كل ده عندهم جهاز فني قوي جدا بقيادة كابتن إيهاب جلال. إن شاء الله نتمنى المباراة تكون حلوة، والأهم بالنسبة لنا إن هي مباراة تكون حلوة، مش مهم تكون حلوة، مهم قوي إن الأهلي إن شاء الله بإذن الله يفوز في هذه المباراة ويحصد 3 نقاط مهمين جدا في مشواره في بطولة الدوري. كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله للنادي الأهلي. دي كانت أبرز الأخبار عن النادي الأهلي في الصحف. إيه بقى اللي كتب في المواقع؟ يلا بينا نروح نشوف فيه. الموقع الرسمي للأهلي: لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري. أخبار اليوم: رمضان صبحي يعلن جاهزيته لمباراة المصري. فيتو: 10 معلومات عن عربي بدر، مفاجأة الأهلي المنتظرة أمام المصري. اليوم السابع: الخطيب يتعهد بإنهاء أزمة أرضية التتش للاعبي الأهلي. يلا كورة: المعاناة الهجومية أبرزها.
ثلاث مشكلات تدور في عقل لاسارتي قبل موقعة المصري. الموقع الرسمي للأهلي، قرارات هامة باجتماع مجلس إدارة الأهلي. الموقع الرسمي للأهلي، تعرف على قرارات مجلس الإدارة أو تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في أحداث نهائي الدوري كرة الماء. الموقع الرسمي أعلن القائمة الخاصة بفريق النادي الأهلي لمباراة المصري غدا، وأنا قلتها لحضراتكم وخليني أعيدها على حضراتكم. القائمة بتتكون من كل من علي لطفي ومصطفى شوبير، أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، حمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر، هشام محمد اللي بيعود من إصابة، ورمضان صبحي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو، صلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور أجاي وعربي بدر. دي قائمة النادي الأهلي مباراة الغد إن شاء الله. أيا كان مين اللي هيكون متواجد في هذه المباراة، نتمنى لهم كل التوفيق طبقا للتشكيل اللي هيختاره طبعا مستر لاسارتي لمباراة الغد. طيب خلينا نروح لزميلنا وصديقنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي، واللي كان طبعا متواجد في مران الأهلي الأخير اليوم أو صباح اليوم بالتحديد في استاد مختار التتش. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل امير، برحب بيك وبرحب كل الساده المشاهدين. كل سنه وانت طيب طبعا بمناسبه عيد ميلادك، وانت حظك حلو ان عيد ميلادك بيصادف يوم تاريخ انشاء وتاسيس نادي كبير زي النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا كيمو. انت طيب امير، طبعا ده فخر كبير انت عارف طبعا، يعني الواحد لما اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي طبعا، يعني كفخر ان هو مشجع النادي الاهلي كمان، يعني يوم التاسيس ده بيرتبط بعيد ميلاد، دي حاجه طبعا سعدنا بالفخر. وبنقول طبعا 112 سنه بطولات لجمهور النادي الاهلي، 112 سنه ارقام قياسيه، و 112 سنه كمان يعني كلها تكون بطولات ودوري وكاس وبطولات افريقيا ان شاء الله للنادي الاهلي خلال المرحله الجايه يا رب ان شاء الله. كريم طمنا بقى على استعدادات النادي الاهلي لمباراه المصري، واحنا عارفين ان هي مباراه غايه في الاهميه ومرحله مهمه قوي وصعبه جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. طمن كل جمهور النادي الاهلي يا كريم. يمكن باكد على كلامك يا امير، طبعا مباراه ومباريات كلها الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه اكتر مباراه كؤوس، يعني لو نقدر ان احنا نتخيل ان في مباراه اكتر من مباراه الكاس نقدر ان احنا نتكلم عليها، لكن يعني في شغل كبير بيبذل، وفنيا اكيد مستر مرتضى بيشتغل مع اللعيبه كل يوم، بيشتغل في تدريبات مكثفه، امور فنيه وامور خططيه، لكن من الاشياء المهمه جدا يا امير وهو الجانب النفسي، الجهاز الفني عليه دور كبير جدا للجانب النفسي، والدوافع المفروض يعني يخلقها للعيبه بشكل مستمر، لان انت عارف المرحله صعبه، في النادي الاهلي بيتعثر في بعض المباريات، عنده كمان اخفاقات بالنسبه للاصابات، يعني موسم استثنائي سواء بالنسبه للمباريات طبعا، ايضا كمان للنادي الاهلي في الاصابات، الاهلي لم يكتمل صفوفه ولو مره واحده في الموسم في اي مباراه كمان. خلاص احنا في المحاضره الاخير بطوله الدوري العام، فمحتاج شغل كبير جدا، محتاجه تركيز من اللعيبه، في حرص كبير كمان يا امير بالجديه والحماس اللي احنا بنشوفه في التدريبات، لكن في حرص على اللعيبه بعضها بعض، لان الاصابات كثيره جدا. محمود وحيد كان اخر واحد من الاصابات اللي انضم، كانت كره مشتركه قويه جدا مع ياسر ابراهيم، في حرص كبير جدا من اللاعبين وتحذيرات من الجهاز الفني، بيكون يعني خوف على سلامه اللاعبين، لان كل لعيب محتاجينه الفتره اللي جايه، يعني عوده رمضان وهشام محمد دي يمكن امور مطمئنه جدا للعيبه النادي الاهلي، لان النقص العددي كبير في الصفوف. كمان النهارده يمكن شيء مطمئن جدا لكل الجماهير وهو ظهور وليد سليمان في التدريبات الجماعيه، النهارده يمكن الناس كانت متابعه وليد سليمان النهارده شارك جزء كبير في التدريبات الجماعيه، واضح ان خلاص يعني سيتم الاعداد ليه خلال الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله، لان وليد بيكون مع اللاعبين خلال المباريات القادمه، وده شيء اكيد ايجابي وشيء مطمئن جدا لكل جمهور النادي الاهلي. باكد لك كمان على علي لطفي، علي لطفي يمكن خلال 48 ساعه او 72 ساعه الماضيه تدريبات قويه جدا، وواضح ان عنده اصرار وجديه، وكابتن طارق شغال معاه بشكل كبير على تاهيله النفسي لهذه المباراه، بيتحط في مواقف صعبه، بيبقى جاي من بعيد علي لطفي، لكن هو عنده اصرار كبير وعنده تركيز كبير وعارف يعني اهميه المباراه واهميه المرحله دي. الكل يعني ما نقدرش ان احنا نقول الشناوي وشريف اكرامي وعلي ومصطفى شوبير كلهم واحد، لكن المرحله دي محتاجه تركيز كبير ومحتاجه انكار ده كبير جدا يا امير، مباراه مهمه ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي يعني مع 112 سنه احتفالات و 112 سنه انتصارات تكون بدايه جديده للنادي الاهلي لعوده الانتصارات، وان شاء الله باذن الله تكون مباراه المصري انطلاقه ونقطه جديده في الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام ان شاء الله باذن الله. كريم شريف اكرامي اخباره ايه في التدريبات؟ هل هو يعني لائق بنسبه 100% لخوض التدريبات بشكل طبيعي، ولا لسه محتاج وقت شويه عشان يخش مع المجموعه؟
والله يا ميلي يعني انا يمكن امبارح والنهارده تابعت الشريف تدريبات فرديه كلها، يعني وصلنا كمان للجهاز الطبي. شريف خلاص في المراحل الاخيره، لكن شريف ما اتمرنش تدريبه جماعيه واحده، وده امر صعب جدا طبعا ان هو يكون متواجد حتى في قائمه المباراه. النهارده شريف اتمرن فردي، امبارح اتمرن فردي، هو خلاص في المراحل النهائيه. لكن موضوع الكره او اشتراك تدريبات الكره، انت عارف التدريبات بتبقى شاقه جدا لحراس المرمى والشوتنج والكروسات والحاجات دي، فطبعا يعني لسه الامر صعب شويه على شريف. لكن من بعد مباراه المصري خلال ال 48 ساعه اللي يعني هيلعب مباراه المصري، شريف ان شاء الله يكون متواجد في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. لكن شريف بدنيا يعني يقدر يجهز، لكن طبيا خلاص هو في المرحله الاخيره في التاهيل. ان شاء الله باذن الله يكون متواجد مع اللعيبه. علي الشناوي طبعا بنختاره في مباراه الغد ان شاء الله، لكن ان شاء الله صفقتنا كبيره جدا. فعلي طبعا يكون فايق بلغه الكوره، يكون مركز. مصطفى شوبير كمان معرض ان يكون متواجد في المباراه، وهو موجود في قائمه المباراه، واحد من الحراس المميزين جدا. ان شاء الله باذن الله ما عندناش قلق في حراسه المرمى، لكن القلق الوحيد اللي عندنا ان احنا عايزين لعيبتنا ان شاء الله يبقى عندها اصرار اكثر من الاصرار اللي احنا بنشوفه خلال المباريات الماضيه، لان فلت الخط هيفرق بشكل كبير. النادي الاهلي لن يرفض هدايا الاخرين، لكن لابد ان هو يستغل موقفه ويستغل كمان المباريات القادمه ليه الثبات والحصول ان شاء الله على المركز الاول ومنها الحفاظ على لقبه. طيب كريم، عايز اسالك سؤال مهم جدا، وانت احد الاشخاص القريبين جدا من قطاع الكره بالنادي الاهلي. عايز اعرف مدى التاثير الايجابي العائد على لاعبي النادي الاهلي بعد زياره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي بالامس لمران الفريق، ومؤازرتهم والشد من ازر لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. والله يعني يمكن دي نقطة مهمة جدا، يعني احنا طبعا ما بنتكلمش على السوشيال ميديا ولا بنتكلم على المواقع وكده، لكن كان في اليومين اللي فاتوا كده بعض الامور اللي خاصة كانت محتاجة ان احنا نشوف المشهد ده بصراحة، محتاجة ان احنا نشوف كابتن محمود الخطيب ومعالي الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة اللي هم متواجدين بصفة دايمة. يعني انت عارف طبعا يعني كلا كابتن بيبو بيحب ظهور الكاميرات، ولا معالي الوزير بيحب ان هو يظهر في الكاميرات. انت عارف يمكن عارف ان احنا يعني لما بنحاول ان احنا يكون في تصوير الامر بيبقى صعب شويه، لكن دي رساله مهمه جدا، ودي الدور الكبير اللي اللعيبه عارفاه واللعيبه لمساه، لان المرحله اللي جايه المجلس بيتاني الامور كلها ورا لعيبه النادي الاهلي. الجمهور ادى رساله رائعه جدا وادى مساهمه رائعه جدا، ان شاء الله الدور على اللعيبه، كل واحد بيعمل دوره. مجلس الاداره مع الكابتن دي ومع كل المجلس بصراحه ان هو بيكون متواجد بيقادر يعني لحظه بلحظه مع القطاع. الجمهور زي ما اكدنا عليه امير متواجد داعم بيساند رغم كل الظروف، رغم اخفاق النادي الاهلي في عدد من المباريات، لكن هو الدور الكبير على دور لعيبه النادي الاهلي. لكن من الواضح مجرد ان احنا بنشوف الكابتن بيبو في ارضيه الملعب مع معالي الوزير العام فاروق، مع الاستاذ ابراهيم القصراوي، الاستاذ خالد برندلي، كل ما بيكون متواجد بنشوف تركيز زياده، بنشوف حماس زياده. يعني برضه من رمزي يبقى متواجد رمز للنادي الاهلي وكرئيس النادي الاهلي بيتابع التدريب، يعني الواحد بيحاول ان هو يطلع كل اللي عنده اكثر من لعيبه النادي الاهلي بتتعامل باحترام وعارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه قيمه اهميه المباراه. رساله مهمه ورسائل مستمره وداعينا، وهي دي المرحله يا امير اللي لابد يكون الكل بيدعم. الهدم مش مطلوب، لابد يكون المسانده مع لعيبه النادي الاهلي. المشوار لسه طويل، لسه في بطولات النادي الاهلي الفتره اللي جايه، لسه في بطولات كثيره جدا مش الموسم ده نهايه المطاف. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي عندنا ثقه كبيره في اللعيبه، عندنا ثقه كبيره في الجهاز ان شاء الله باذن الله. 8 مباريات باذن الله النادي الاهلي فاضل فيهم على قلب رجل واحد، ونقاصهم ان شاء الله تاهلنا لبطوله الدوري العام ان شاء الله باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، طبعا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل لقناه الاهلي، واعتقد طمن كل جمهور النادي الاهلي بخصوص الفريق الاول لكره القدم واستعداداته لمباراه الغد الهامه جدا امام فريق المصري البورسعيدي. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. طيب اتكلمنا في اخبار بشكل كتير جدا او بشكل كبير بالتحديد عن فريق الاول لكره القدم واستعداداته لهذه المباراه، لكن امبارح في الحقيقه كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، وده اللي احنا هنتكلم فيه من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي، واللي قال ان في قرارات هامه باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. وانا اللي يهمني بالتحديد في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي هو فيما يخص احداث نهائي كره الماء، او مباراه طبعا دوري كره الماء ما بين النادي الاهلي وهليوبلس، وهذه المباراه اللي اقيمت على طبعا او في نادي الصيد، وكان فيها بصراحه شغب وخناقات كبيره جدا وامور كثيره جدا. النادي الاهلي استقر في النهايه بعد فتره كبيره من الدراسه والتدقيق والتركيز في كل هذه الاحداث والنتائج الخاصه بيها والاسباب اللي ادت ليها وكل الكلام من ده، وده اللي انا يعني الكلام ده مهم قوي يا جماعه اللي احنا هنتكلم فيه، واللي بيعكس مدى المبادئ والقيم، برضو كلمه مهمه قوي في تاريخ النادي الاهلي، بما اننا بنتكلم كمان النهارده على 112 سنه منذ انشاء وتاسيس هذا النادي. فالنادي الاهلي استقر في النهايه
طبقا للمبدأ القيم بتاعته والأسس والمبادئ الخاصة دي لبعض القرارات الهامة جدا، والقرارات دي اللي بتتمثل في شطب اللاعب مهند جمال، وده أحد لاعبي النادي الأهلي في كرة الماء، واللي قرر مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هو يشطب هذا اللاعب بعد ما تأكد بشكل كبير جدا وبشكل كامل طبعا أن هذا اللاعب أخطأ في حق نفسه وفي حق النادي الأهلي بعد هذه الخناقات والمشاجرات اللي حصلت في نادي الصيد. فبالتالي النادي الأهلي ما بيهزرش في الحاجات دي، لما بتغلط لازم هتتعاقب، وعقاب مش هين ده، لا ده النادي الأهلي شطب هذا اللاعب يعني اللي هو اللاعب مهند جمال. كمان قرر النادي الأهلي إيقاف اللاعب محمد مروان لمدة موسم رياضي كامل رغم عدم معاقبته من جانب اتحاد السباحة. يعني اتحاد السباحة أصلا شاف أن محمد مروان ده ما أخطأش ومش محتاج عقاب، لكن النادي الأهلي درس الموضوع بشكل مفصل وخاص بيه هو، ومن منطلق المبادئ والقيم والأسس اللي موجودة في النادي الأهلي، فبناء عليه قرر إيقاف اللاعب محمد مروان لمدة موسم رياضي كامل. كمان إيقاف اللاعب أحمد رياض موسم رياضي كمان، وكمان إيقاف اللاعب محمد نبيه موسم رغم عدم معاقبته من جانب اتحاد السباحة، وإيقاف اللاعب محمود طارق موسم، وإيقاف كل من محمد أسامة ويحيى علاء توفيق ومحمود إيهاب لمدة 3 شهور، وإيقاف اللاعب كريم جمال 6 شهور. ده بيبقى بناء عن كل التقارير اللي بتصل لمجلس إدارة النادي الأهلي، على حسب كل خطأ أنت أخطأته بتاخد عقوبتك، ممكن تبقى مشطوب، ممكن تتوقف سنة، ممكن تتوقف 6 شهور، ممكن تتوقف 3 شهور. طالما أخطأت في حق النادي الأهلي وفي حق نفسك خلاص استحمل، لازم أن أنت تتوقف. فهي دي المبادئ والقيم اللي في الحقيقة موجودة على مدار تاريخ النادي الأهلي. وبالمناسبة يعني، لأن النهاردة برضو يوم خاص، أول المواقف في تاريخ النادي الأهلي في أو بخصوص المبادئ والقيم كان في 1912، لما حصل موقف كده في النادي الأهلي في الجنينة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وأحد الأعضاء تطول على عضو آخر وزعق له عالي، والموضوع كان كبير جدا. فالعضو اللي تطول عليه العضو الآخر راح قال لمجلس إدارة النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي بعد التحقيق والتركيز وشاف كل الأسباب اللي أدت لهذه المشاجرة ومين اللي غلطان ومين مش غلطان، في 1912 قرر إن هو يدي فرصة 3 أيام للعضو اللي أخطأ في حق زميله العضو الآخر، إن خلال ال3 أيام دول يقدم استقالته من النادي. يعني إيه؟ يعني يتنازل عن عضويته في النادي الأهلي. لو بعد ال3 أيام ما تنازلش عن عضويته يشطبوا مجلس الإدارة مباشرة، لأن ده فعلا اللي حصل. فهي أمور كلها موروثات على مدار التاريخ، واللي أدت لحتى اليوم أو حتى الأمس بالتحديد لما النادي الأهلي طلع بيان ووقف عدد من اللاعبين وشطب لاعب كمان في فريق كرة الماء بعد المشاجرة في مباراة نادي الصيد، كانت مباراة ما بين الأهلي وأهلي يوبليس. طبعا يعني شيء مؤسف، وأكيد نتمنى أنه ما يتكررش مرة تانية من لعيبة النادي الأهلي. ده كان شيء مهم جدا، ودي كانت بعض الأخبار، واتكلمنا عن كل الأخبار اللي بتخص عن النادي الأهلي في الصحف والمواقع. نروح بقى نشوف إيه أهم الأخبار المحلية وكمان أهم الأخبار العالمية وكل ما يخص محترفينا في الخارج في العناوين اللي جاية دي. يلا بينا. اليوم 7، المنتخب يرفض مواجهة غانا وكوت ديفوار وديا في يونيو. بوابة فيتو، اتحاد الكرة يلجأ للمسابقات لحل أزمة معسكر المنتخب. سوبر كورة، لجنة المسابقات تطالب الأندية واللاعبين ومجالس الإدارات بالالتزام. مصراوي، فرج عامر، سموحة لن يلعب بحكام أجانب أمام الأهلي. البوابة سبورت، ثلاثي النجوم ينضم المنتخب الشباب. بوابة الشروق، مصر تستضيف بطولة إفريقيا للجودو للأندية الأبطال لأول مرة في التاريخ. دوت مصر، محمد صلاح ورامي مالك بحفل تايم للأكثر تأثيرا بالعالم. بطولات موندو توبورتيفو، صيام رمضان قد يؤثر على محمد صلاح وماني أمام برشلونة في دوري الأبطال.
يلا كوره. مدرب بروميتش عن اصابه حجازي شفائه محل شك، وابلغوني 100,000 مره ولم افهم. كوره. رونالدو يطالب يوفنتوس بضم 3 لاعبين. سبورت 360. مفاجاه ساره، كاس السوبر الاسباني سيقام في السعوديه. اس عربي. بعد رغبة ريال مدريد في التعاقد معه، بوكوتينو يعلق على رحيل إريكسون. جول. رسميا براءة روسل من قضية غسيل الأموال. يورو سبورت عربية. الاتحاد الإنجليزي وجه تهمة سوء السلوك لمدرب تشيلسي. أخبار كلها مهمة، سواء فيما يتعلق بالجانب المحلي، فيما يتعلق بالجانب العالمي، وكمان أخبار بعض محترفينا في الخارج. خلينا نبتدي باليوم السابع، واللي بتقول إن المنتخب بيرفض مواجهة غانا وكوت ديفوار وديا في يونيو. وإحنا عارفين المنتخب هيكون ليه ماتشين وديين قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقرر ليها إن شاء الله يوم 21 يونيو المقبل إن شاء الله في مصر. وهي بطولة أكيد غاية في الأهمية بالنسبة لكل الشعب المصري، وكلنا مستنيين الفوز بهذا اللقب، ومستنيين كمان تنظيم أكثر من رائع، ومؤكد بإذن الله أن ده اللي هيحصل. وشفنا المؤشرات الإيجابية في بداية طبعا الحفل الخاص بقرعة بطولة الأمم الأفريقية الأسبوع اللي فات. لكن المهم أن الجهاز الفني المنتخب مصر بقيادة مستر أجيري المدير الفني المكسيكي رفض أن هو يواجه غانا وكوت ديفوار. ليه بقى؟ ليه؟ لأن هو شايف ان لازم ياخد الامور بشكل تدريجي والمستويات بشكل تدريجي وتصاعدي، فشايف ان هو لازم يواجه فرق من القاره السمراء ما يكونوش من التصنيف الاول في افريقيا زي غانا مثلا وكوت ديفوار. لا، هو شايف ان هو يواجه فرق تكون اقل من كده في المستويات الفنيه عشان يكون في مستوى تصاعدي وتدريجي بالنسبه لمنتخب مصر، وده هينعكس بشكل فني وبدني وذهني اكبر على منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، وخصوصا ان احنا معانا زيمبابوي وكونغو واوغندا، فبالتالي المجموعه بتاعتك يعني متوسطه شويه، خلينا نقول متوسطه يعني مش ضعيفه قوي ولا قويه قوي، لكن هي مجموعه مناسبه يعني ما كناش نحلم بيها، يعني حاجه كويسه. لكن من وجهه نظر الجهاز الفني ان انت تاخد المباريات بشكل تصاعدي بالتحديد فيما يخص المباريات الوديه. يعني منتخب مصر تقريبا اتفق خلاص مع منتخب غينيا بيساو ان هو يواجهه يوم 16 يونيو، وهيكون في مباراه اخرى قبل هذه المباراه لسه بيتم التفاوض والاتفاق عليها مع احدى المنتخبات الافريقيه. المباراه دي هتكون يوم 10 او 11 يونيو المقبل، وهما دول المباراتين الوحيدتين لمنتخب مصر في اطار استعداده لبطوله الامم الافريقيه. طيب، من ضمن كمان الاخبار من بوابه فيتو اللي هي بتقول ان اتحاد الكره بيلجا للمسابقات لحل ازمه معسكر المنتخب. احنا عارفين او كان معلن مسبقا ان الدوري هيتم ايقافه يوم 3 يونيو، والمعسكر هيبتدي بتاع طبعا معسكر منتخب مصر لاستعدادا لبطوله الامم الافريقيه هيكون بدايه من يوم 6 يونيو. فبالتالي في اتجاه لتعديل الموعد وان المعسكر يبتدي من اول يونيو، يعني من يوم 1 يونيو يبتدي معسكر منتخب مصر. طب انت عشان تعمل كده هتعمل ايه؟ لازم تلجا لجنه المسابقات عشان تحل لك القصه دي، وخصوصا ان انت عندك مباريات طبقا لما اعلن مسبقا في الدوري المصري حتى يوم 3، اللي هو ده اخر ميعاد واخر يوم هيكون في مباريات في بطوله الدوري المصري قبل بطوله الامم الافريقيه. القصه دي هتتحل ازاي؟ هنشوف اتحاد الكره ولجنه المسابقات هيقدروا يحلوها ولا لا، ولا هيتم الاستقرار على المواعيد المسبقه بخصوص الاستعدادات لبطوله الامم الافريقيه. نتمنى ان هم يشوفوا الصالح العام بالنسبه لمسابقه بطوله الدوري، وكمان قبلها طبعا منتخب مصر واستعداداته لهذه البطوله الهامه. طيب، سوبر كوره بتقول ان لجنه المسابقات تطالب الانديه واللاعبين ومجالس الادارات بالالتزام، وفي الحقيقه مهمه قوي قوي قوي. المرحله الجايه مرحله صعبه قوي سواء في القمه او في القاع. ثلاثي القمه بينافس على بطوله الدوري، اهلي زمالك بيراميدز. في القاع عندك 7-8 فرق بينافسوا على البقاء في بطولة الدوري والهروب من الهبوط. فبالتالي مهم جدا زي ما لجنة المسابقات كده بتطلب من الأندية ومجالس الإدارات واللاعبين الالتزام، لأن احنا بنشوف في بعض المباريات
للأسف للأسف حاجات صعبة جدا، يعني بعض أعضاء مجالس الإدارات في الأندية بيتعرضوا للاعبين بتوع الأندية الأخرى. امبارح كمان كان في مظهر أكثر يعني من سيء للاعبي نادي الزمالك وبعض الجهاز الفني، أحد أعضاء الجهاز الفني تقريبا تطاول وتعدى بالضرب أو تعدوا كلهم بالضرب على أحد الصحفيين أو المصورين بالتحديد، وهو بياخد بعض اللقطات وبيشوف شغله في الحقيقة. فمنظر سيء جدا ما كناش نتمنى أن احنا نشوفه. فبالتالي المرحلة اللي جاية مهمة قوي 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 للفرق كلها في بطولة الدوري بشكل عام، ومهم جدا جدا من كل المسؤولين في كل الأندية الالتزام ومراعاة المصلحة العامة بكل تأكيد، ومراعاة المظهر الحضاري لمصر قبل بطولة مهمة. لان امبارح اللقطات اللي اتخذت كمان في وكالات انباء عالميه، فالمنظر وحش قوي. وانت هتنظم بطوله قويه جدا في مصر كمان شهر، بطوله الامم الافريقيه او كمان شهر ونص يعني. فان شاء الله باذن الله يكون في التزام خلال الفتره الجايه من اللاعبين ومجالس الادارات والانديه بشكل عام. مصراوي بتتكلم عن طبعا المهندس فرج عامر رئيس النادي الاهلي، ان سموحه مش هتطلب حكام اجانب لمباراه الاهلي. ويمكن الراجل بعد متابعته لاداء بعض الحكام الاجانب اللي بيتم جلبهم من قبل اتحاد الكره ولجنه الحكام بالتحديد لاداره بعض المباريات في مصر، فقال لك لا ده الحكام المصريين احسن بكتير بقى، لان ده فعلا ده احنا ده اللي بنشوفه والواضح كده ان الحكام المصريين احسن بكتير. طبعا مش هتجيب تصنيف اول ومستوى اول في اوروبا، لا خلاص خليني انا مش هدفع 25000 دولار على الفاضي في الاخر هتجيب لي حكم. انا مش يعني كل الانديه مش عايزه حاجه من الحكام غير ان هو يحكم بشكل جيد ويكون عادل في قراراته ويكون حكم مصنف. ده طبيعي لما تدفع المبلغ ده يجي لك حكم مصنف. لكن الحاج فرج عامر او المهندس فرج عامر قال لك ايه؟ قال لك لا احنا ماتش الاهلي هنلعبه من غير حكام اجانب وهنلعب بحكام مصريين، واحنا كلنا ثقه في الحكام المصريين. وقال ان ممكن بعضهم يكون بينقصهم الخبره شويه، لكن غير كده هم ذمتهم كلها يعني فوق اي كلام واي حاجه ممكن يقولها البعض يعني. فبالتالي ده قرار من قبل المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. بالتالي مباراه الاهلي وسموحه هتكون احدى المباريات الحاسمه كمان في بطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، هتكون بحكام مصريين. نتمنى ان يكون حكام مصريين كمان مميزين لاداره هذه المباراه، مباراه الكبيره بالتحديد بتكون مهمه جدا. طيب نروح لبعض الاخبار العالميه وبالتحديد فيما يخص كمان محترفينا في الخارج ومحمد صلاح. دوت مصر بتقول ان محمد صلاح طبعا واحنا كلنا عارفين امبارح كان متواجد في حفل تايم لاكثر 100 شخصيه تاثيرا على مستوى العالم، ودي طبعا صوره من صور محمد صلاح بالامس. هو وجهه مشرفه جدا محمد صلاح، ومش عارف ليه البعض ساعات بيهاجمه بقى من بعض التويتات اللي ممكن يكتبها او المستوى الفني بتاعه يقل شويه. يا جماعه ده واحد يعني كل فين وفين لما هيجي لنا لعيب زي ده يعني زي محمد صلاح رفع راس كل المصريين في اوروبا في الحقيقه، ووصل لمحافل عالميه ودوليه بشكل كبير جدا، وان هو يكون متواجد من ضمن افضل 100 شخصيه في تاثيرا على مستوى العالم طبقا لمجله تايم، دي حاجه كبيره قوي قوي قوي. وان هو يكون ثالث احسن لاعب في العالم دي حاجه كبيره قوي. ان هو يكون مرشح لهداف الدوري الانجليزي زي ما كان هداف الدوري السنه اللي فاتت حاجه كبيره. فبالتالي محمد صلاح لازم كلنا نكون وراه في ظهره ونبقى فخورين بيه بشكل كبير جدا. المهم يعني كان متواجد في الحفل ده كمان بجانب محمد صلاح رامي مالك طبعا الممثل الشهير والحائز على جائزه اوسكار مؤخرا، كانوا متواجدين بحفل تايم الاكثر تاثيرا بالعالم والتقطوا بعض الصور مع بعض. فبالتالي كان حفله اكثر من رائعه، وكان تواجد مصري بيتمثل في محمد صلاح ورامي مالك لاعب كره قدم وممثل في هذه او في هذا الحفل الكبير يعني. نروح لموندو دوبورتيفو، ده من بطولات بتقول ان صيام شهر رمضان هيأثر على محمد صلاح وساديو ماني في مباراه برشلونه، بتحديد مباراه الاياب اللي هتكون يوم 7 من الشهر القادم. فبالتالي هتكون عدى او هيكون تاني ايام شهر رمضان الكريم، فبالتالي هيكون الاثنين صايمين، واحنا عارفين الاثنين ملتزمين جدا دينيا، وده طبعا شيء طبيعي جدا لاي مسلم ان هو يصوم شهر رمضان. لكن هم بيتوقعوا ان ده ممكن يؤثر على اللاعبين مهمين جدا في قيمه محمد صلاح وساديو ماني في مباراه برشلونه. مباراه الذهاب هتكون يوم الاربعاء الجاي، فبالتالي رمضان لسه مش هيكون جه، فبالتالي هم هيكونوا لائقين بشكل كبير جدا لخوض المباراه. لكن هم بيتوقعوا اللي ممكن يحصل يعني، لكن ان شاء الله باذن الله الصيام ما بيكونش عائق، او حتى لو بيكون عائق نسبيا بالنسبه للاعبين المسلمين يعني. لكن ايا كان ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق
عندهم مواجهه قويه قوي امام برشلونه ذهاب وعوده. الذهاب هيكون في الكامب نو والعوده هتكون في الانفيلد في ليفربول، فبالتالي مباراتين مهمين جدا بالنسبه لليفربول يصلوا من خلالهم ان شاء الله باذن الله نهائي التشامبيونز ليج باذن الله زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت خرجوا من ريال مدريد او خسروا من ريال مدريد في النهائي. نتمنى لهم كل التوفيق في تخطي برشلونه وكمان الفوز على توتنهام او اياكس، الفرقتين الاخرين في المربع الذهبي للتشامبيونز ليج. طيب نروح ليلا كوره، وبالتحديد ده خبر يخص محترف اخر ونجم كبير جدا هو احمد حجازي ومدرب ويست بروميتش البيون اللي بيضم احمد حجازي في الشامبيونشيب. قال ان احمد حجازي شفائه محل شك وانه عنده اصابه في الكاحل ولسه في مرحله التاهيل، مش عارف هيرجع امتى احمد حجازي. هو على طبعا حسب تصريحات المدير الفني وقال ان هو حاول يتواصل مع الاطباء عشان يفهم منهم الاصابه ايه، وقال كمان ان احمد حجازي متوتر شويه او قلقان على مكانه في الفريق شويه بسبب هذه الاصابه، لكن هم بيحاولوا جاهدين بشكل كبير جدا عوده احمد حجازي لصفوف الفريق، وخصوصا ان هم خلاص داخلين على مرحله التاهل للبريمير ليج. هم خلاص يعني عندهم مباراه او اثنين في الشامبيونشيب وبعديها هيخشوا في التصفيات النهائيه لبعض الفرق اللي ممكن تتاهل، هيكون ثلاثي في الاخر يعني اللي هيتاهل للبريمير ليج. اكيد بنتمنى كل التوفيق لأحمد حجازي في مشواره مع فريق ويست بروميتش ألبيون لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وأحد اللاعبين المميزين جدا جدا جدا. دي كانت بعض الأخبار المحلية وبعض الأخبار العالمية، وكمان تطرقنا لبعض محترفينا في الخارج بالتحديد محمد صلاح وأحمد حجازي نجم منتخب مصر، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع في فقرة مهمة جدا جدا مع ضيف عزيز وهو الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع عشان نتكلم بشكل مفصل في كل الأحداث على الساحة الرياضية المصرية وبالتحديد فيما يخص ويتعلق بالنادي الأهلي خلال هذه الفترة. استنونا بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي بعد الفاصل. يعني معانا طبعا منورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. استاذ رامي منورنا ومشرفنا، اهلا بيك. اخبارك اهلا إيه؟ بكل الساده المشاهدين قناه الاهلي، وكل سنه والنادي الاهلي بالف صحه وخير. النهارده يعني مرور 112 سنه على تاسيس النادي الاهلي، كل سنه وكل جماهيره ومجلس ادارته ولاعيبته ومحبيه بخير وسعاده دايما ان شاء الله، ورمضان كريم كمان ان شاء الله. رمضان على الابواب يعني ان شاء الله. الله اكرم، منورنا ومشرفنا طبعا كالعاده ونسعد بوجودك دائما. خليني اقول لحضراتكم بعض التعليقات الخاصه بجماهير النادي الاهلي العظيمه في هاشتاج 112 سنه اهلي واللي هو تريندنج دلوقتي على تويتر. خلينا نبتدي بعبد الهادي جادو اللي قال 112 سنه اهلي في حب نادينا، 112 سنه مبادئ ودي اكبر نعمه في حب الاهلي، 112 سنة بطولات لا عد ولا حصر لها، كل سنة ونادينا بخير ومزيد من الحب والبطولات، 112 سنة أهلي. كمان يوسف قال 112 سنة ونسرك في السماء عالي، 112 سنة تاريخ ومجد وبطولة، اتولدنا بنعشقك وحنموت وإحنا بنعشقك، جيل بيسلم جيل، عزة وكرامة وطنية رافع راسنا وإحنا معاك يا أهلي، نادي القرن والقرون اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. كمان من ضمن التعليقات الخاصة بجمهور النادي الأهلي أحمد طه قال 112 سنة والرموز والأساطير والأجيال تتوالى، 112 سنة والأهلي يسير بلا توقف. أيمن فهمي قال 112 سنة كل سنة والأهلي دايما فوق الجميع، كل سنة والأهلي دايما كبير كبير أفريقيا والعرب بإنجازاته وألقابه وتاريخه ومبادئه وأخلاقه، حقا نعمة نعمة أن تكون أهلاوي والحمد لله على نعمة الأهلي. طيب ناخد اخر حد معانا، محمود جمعه قال لولا الاهلي لما تعلمنا الانتماء، لولا الاهلي لما تعلمنا الوفاء، شكرا نادي القرن 112 سنه اهلي. يعني في تعليقات كتير بصراحه يعني من قبل جماهير النادي الاهلي على هاشتاج 112 سنه اهلي. والنهارده طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا وبدينا حلقتنا النهارده ان زي النهارده طبعا بيمر 112 سنه على تاسيس وانشاء هذا النادي العظيم والعريق بكل تاكيد. نرجع لضيفنا العزيز استاذ رامي عبد الحميد اللي منورنا اكيد النهارده، وفي امور وملفات كتير عايزين نتكلم عنها، لكن خلينا نبتدي طبعا بمباراه الاهلي غدا امام المصري البورسعيدي. هذه المباراه الهامه في مشوار النادي الاهلي نحو حسم لقب بطوله الدوري، شايف المباراه دي ازاي؟
طبعا هو النادي الاهلي اي مباراه بياخدها مباراه مهمه بالنسبه له، مهمه في 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 ان هو يحقق الهدف بالنسبه له هو الثلاث نقط، عشان طبعا المنافسه على لقب الدوري. ويمكن طبعا الظروف اللي مرت بيها الفرقه والنادي الاهلي الفتره اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا كان ليه اثر اكيد سلبي على على الفرقه على الفريق عموما وعلى الجماهير طبعا أكيد. عندها ده امر طبيعي جدا. لكن انا عايز اتكلم على النادي الاهلي بعيد عن المباراه شويه بعد اذنك يعني. اتفضل. النادي الاهلي في ازمه حاليا، في ازمه فيما يخص الاخفاق اللي حصل في بطوله الدوري. لكن لازم النادي الاهلي يعني بطوله الدوري بس؟ بطوله الدوري طبعا افريقيا طبعا. لكن يمكن بطوله الدوري هي البطوله الاهم والمحببه عند الجماهير، وهي دي الطريق لافريقيا دايما بتبقى مهمه يعني. النادي الاهلي لازم نبحث ايه اللي حصل خلال موسم 2018-2019. مش دفاعا عن النادي الاهلي ولا احنا مو عشان موجودين في النادي الاهلي فبنجامل، لا احنا هنتكلم على حقائق وواقع يعني، مش حاجه مش مثلا تؤلف او حاجه. النادي الاهلي في الازمه دي من بدايه موسم 2018-2019، من بدايه موسم بدايه الموسم من بدايه الموسم بدايه الموسم يعني ان كان في حصل ارتباك عند الفريق بعد الكابتن حسام البدري لما ساب الفرقه، وكان في نوع من الازمه ناحيه اللقب الافريقي. كويس. وتولى المسؤوليه مستر كارترون، وراجل حقيقه يعني انا يعني كنت اتمنى ان هو يكون موجود او يستمر يعني. تولى المسؤوليه، وفور توليه المسؤوليه فرقه النادي الاهلي تعرضت لازمات لا حصر لها. كويس. رقم واحد اصابات. اكيد. اصابات على مدار موسم ما حصلتش لاي فريق في العالم الى العدد ده من الاصابات. العدد ده خالص. ضغط مباريات غير طبيعي، لان انت النادي الاهلي بتشارك في عدد من البطولات، بطوله الدوري الممتاز، بطوله كاس مصر، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، واحنا كل اللي موجود طبعا العدد اللعيبه الموجود. بالاضافه لده ضغط المباريات مع الاصابات، كمان في نوع من التصيد عند بعض الناس اللي بتحاول بقدر الامكان ان هي تعمل نوع من الضرب تحت الحزام زي ما بيقولوا في طبعا النادي الاهلي متعود على ده كتير يعني، متعود على ده سنين كتير جدا، بيواجه دايما بيواجه المشكله دي. لكن المشكله الاساسيه اللي مر بيها على مدار الموسم ده هي كم الاصابات وكم ضغط المباريات اللي حصل. حضرتك النهارده لك ان تتخيل ان النادي الاهلي غدا بكره ان شاء الله عنده تقريبا في حدود 7 أو 8 لاعبين خارج التشكيل 11 خالص. يعني الاساسيين، انا بتكلم على الاساسيين يعني. تمام. الاساسيين محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الاساسي والنادي الاهلي الاساسي، مروان محسن، عمرو السوليه اللي هو احد الركائز الاساسيه دلوقتي في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، ثلاث لاعبين للايقاف. تعال بقى حضرتك بص على الاصابات، محمود وحيد الراجل لسه جاي لعب ادى بشكل كويس وتعرض لاصابه قبل كده، لسه محمد محمود لعب 8 دقايق او 10 دقايق وعين الحسود للاسف. حمدي فتحي نفس الكلام، صفقه متميزه جدا في الموسم، لكن اقصد يعني برده كان تعرض لظروف يعني. على المستوى الاصابات وليد سليمان بعد ما قلنا خلاص اوكي وان شاء الله هيبقى موجود وهيرجع تاني، حصل ازمه برده اصابه. فكل دي ظروف مفيش اي فريق في العالم يتحملها. تمام. احنا النهارده بنتكلم على فريق في اي بلد او في اي دوري، زي مثلا برشلونه او ريال مدريد. لما النهارده ريال مدريد ما بقاش فيه لاعب واحد بس اللي هو رونالدو، ريال مدريد بعد عن دوري الابطال، بعد عن الدوري الممتاز، بعد عن كاس، ده لاعب واحد بس. ما بال كل الناس اللي بتتكلم عن النادي الاهلي، النهارده في اكتر من حوالي 10 لاعبين او 11 لاعب ما بين اصابات، ما بين ايقافات، ما بين مشاكل بيتعرضوا ليها كتيره جدا. فكل ده كفيل بان هو يعني يغرق اي فريق يعني اي فريق. لكن الحقيقه الموقف اللي بالنسبه فيه للنادي الاهلي دلوقتي هو مش موقف صعب، ولكن ايه بقى الحلول اللي على النادي الاهلي؟ كويس. النهارده في مجلس اداره محترم يتعامل مع المواقف دي بثبات، بهدوء،
بعقلانية. في مشاكل داخل الفريق، في مشاكل داخل الفريق، وأي فريق يعني، أي فريق، فريق إعداد هنا، فريق في شركة، فريق في أي فريق في أي حتة، شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا إن بيحصل فيه نوع من الأزمات وبتتحل. ده أمر طبيعي يعني. النادي الأهلي عنده مباريات متبقية من المؤجلة ليه. يمكن أنا حضرتك لو تفتكر إن إحنا كنا موجودين مؤجلة مش مؤجلة، يعني اقصد يعني مباريات المباريات المتبقيه، المتبقيه يعني 8 ماتشات، متبقيه يعني 8 ماتشات. لا ما هو عشان خاطر هو النادي الاهلي عشان الزمالك بس ليه لي مباراه، ليه مباراتين مباراه والنادي الاهلي لسه قدامه 3 مباريات عكس المنافسين يعني. لكن انا بقول ان النهارده النادي الاهلي عنده مباريات يعني مهمه عليه ان هو يركز فيها، عليه ان هو اللعيبه النهارده تاني لازم نرجع الثقه. في ازمه ثقه عند بعض اللاعبين، مش عايز اقول كل اللاعبين، في لعيبه طبعا كبار في الفرقه، حسام عاشور، شريف اكرامي، احمد فتحي كل دول لعيبه كبار في الفرقه، رمضان صبحي طبعا من اللعيبه الكبار دلوقتي يعني. لكن انا شايف ان لازم بعض اللاعبين يتخلوا عن فكره الارتباك الداخلي، فكره عدم الثقه، فكره ان انا الناس مركزه معايا. يعني مهم جدا في حتى في الفروسيه دايما يقولوا ان الفرس لازم ينسى الفرس اللي جنبه خالص، صح، ما يبصش للي جنبه، هو يمشي في الطريق بتاعه. فمهم جدا اللعيبه مهمه في الفرقه، مش عايز اقول اسماء عشان ما يحصلش نوع من الارتباك اكتر، لكن مهم جدا اللعيب في النادي الاهلي يبقى عنده ثقه، يبقى عنده شخصيه ان هو في النادي الاهلي، ان هو بيحمل فنان النادي الاهلي، وعليه ان هو المباريات القادمه دي ما قداموش حاجه غير الفوز طبعا، ما قداموش حاجه غير ان هو يحقق 3 نقط. هو ده الاهم، وهو ده الجزء الثاني على الجهاز الفني ان هو يتعامل مع الموقف في الفتره اللي جايه، واحنا عندنا يمكن فترات الحمد لله اعتقد كمان فيها نوع من الروحانيات داخل شهر رمضان. ففي جزء نفسي مهم جدا على الجهاز الفني ان هو يتعامل بيه، وانا اثق تماما في سيد عبد الحفيظ، اثق تماما في محمد يوسف، اثق تماما في سامي قمصان، اللي هم مجموعه يعتبروا قريبين من اللعيبه، عندهم قرب كويس وعلاقه جيده مع اللاعبين، فده مهم جدا عليهم، الدور ده مهم جدا الفتره الجايه. يمكن مستر لاسارتي هو راجل يعني بيحاول بقدر الامكان، وعنده طبعا شيء جيد جدا قدر ان احنا اتكلمنا فيه قبل كده لو تفتكر، ان هو عنده نوع من التنظيم الكويس كويس، لكن في بعض الحاجات يمكن احنا اتناقشنا فيها قبل كده محتاجه ان احنا ممكن نعدلها، وده وارد جدا. لما سالتني قبل كده وقلت لي ان الدوري خلص والدوري لمين وبتاع، شكل الدوري بينتهي مع اخر مباراه كويس، مفيش حد يقول اصل النادي الاهلي خد الدوري، نادي فلان خد الدوري، نادي اعلان، مفيش حاجه اسمها كده خالص، ولا مباراه ولا مباراه هتحدد مين البطل، الا اذا كان في فرق كبير جدا ما بين لكن طالما في منافسه حاليا وفي قرب في النقاط ما بين المتنافسين على المراكز الاربعه الاولانيين، فبالتالي ما ينفعش ان انا اقول دلوقتي اي حاجه خالص بخصوص مين البطل او مش مين البطل. انا كفريق، انا بتكلم بقى عموما يعني مش نادي الاهلي بس، انا كفريق انا بلعب على ان انا احقق الهدف بتاعي، الهدف بتاعي ان انا اكسب واحقق 3 نقط. مباراه بكره مباراه مهمه جدا، مباراه عنق الزجاجه للنادي الاهلي، لان دي هي هتبقى في اول مشوار ال8 مباريات، صح، اللي هو بيشتغل عليهم النادي الاهلي، لان في فرق ما بينه وما بين في عدد مباريات يعني في نادي الزمالك ونادي بيراميدز. فبالتالي النادي الاهلي في بدايه مشوار بكره هو المصري البورسعيدي، وده اهم يعني انا بعتبر يعني من المباراه المهمه جدا 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 اللي هتفرق مع النادي الاهلي. كويس. طيب انت يعني اتكلمت اكيد كلام كله مهم جدا بخصوص لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، خصوصا في هذه الفتره الصعبه على الفريق، ويمكن هي فعلا فتره صعبه لان انت خرجت من بطوله دوري ابطال افريقيا، كمان خسرت مباراه بيراميدز، لكن لسه الاماني ممكنه بتتمثل في 8 مباريات المقبلين، بدايه من مباراه الغد امام فريق المصري البورسعيدي. هل شايف ان شاء الله باذن الله
مباراة الغد تكون نقطة انطلاقة جديدة للقلعة الحمراء نحو الحفاظ على بطولة الدوري هذا الموسم، وإيه اللي مطلوب من اللاعبين والجهاز الفني بالتحديد فيما يتعلق ببداية مرحلة جديدة حاسمة في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري؟ طبعا ما فيش كلام، الثلاث نقط بكره مهمين جدا ولازم اللعيب او الفريق يبقى عارف كويس قوي ان الثلاث نقط بتاع بكره هيساهموا في ان النادي الاهلي يبقى 61 نقطه بالظبط، يتخطى نادي الزمالك، هيبقى متخطي نادي الزمالك ويبقى في المركز الثاني. دي نقطه، وهو طبعا فرق بمباريات ما بينه وبين بيراميدز، تمام. فدي النقطه الاولانيه، ان انا استعيد الثقه، استعيد على الاقل كمان احتواء الجماهير، تمام. الجمهور جماهير النادي الاهلي عارفه كويس قوي مقدره يعني ايه النادي الاهلي، وبتساند ولما حضرتك بتدوس على الزرار بتيجي على طول، ولما بتطلب بتيجي على طول. فاذا جمهور النادي الاهلي محتاج بكره ان من لعيبه النادي الاهلي ان هم على الاقل يصالحوهم، على الاقل النهارده ان انا اقدم لك حاجه زي ما بيقولوا كده عربون محبه، ان احنا في بدايه المرحله الجديده دي ان احنا حققنا الثلاث نقط. هي مصالحه الجمهور في الحقيقه اتاخرت من لاعيبه النادي الاهلي، نتمنى ان هي تبتدي من خلال مباراه الغد. لكن خليني اقول لك بمناسبه الجمهور وبمناسبه ان احنا النهارده بنحتفل بمرور 112 سنه على النادي الاهلي، من ضمن المواقف التاريخيه اللي هيتم سردها على مدار التاريخ بالنسبه للنادي الاهلي، واللي هي حصلت مؤخرا بالتحديد بعد مباراه سان داونز، مباراه الاياب، وجمهور النادي الاهلي والموقف اللي عمله بكل تاكيد الموقف الرائع في هذه المباراه، تحياته للاعيبه النادي الاهلي رغم الخساره الكبيره والخروج الافريقي وضياع كل الامال في الفوز بهذا اللقب المنتظر كان السنه دي من قبل لاعيبه النادي الاهلي. لكن بمناسبه ان احنا النهارده بنتكلم في مرور 112 سنه في تاريخ النادي الاهلي، المواقف التاريخيه من ضمنهم الموقف التاريخي لجمهور النادي الاهلي في المباراه الاخيره، وده اللي خلاني او بخصوص ان انت بتتكلم عن جمهور النادي الاهلي لازم نؤرخ هذا الموقف ويتم سرده دائما في تاريخ النادي الاهلي على مدار ان شاء الله باذن الله السنوات العديده المقبله. فبالتالي دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى ليه دور مهم ايجابي مؤثر جدا في مشوار النادي الاهلي في مختلف الالعاب كمان مش كره القدم بس. لا، وفي موقف تاني يا استاذ امير برضو بعد اذن حضرتك نذكر بيه الناس، والناس عارفاه كويس قوي وحافظاه، يقول ان هو مش من بعيد يعني من قريب، لما النادي الاهلي خسر بطوله الدوري قدام نادي الاسماعيلي في بطوله 2001، وكانت المباراه الاخيره اللي هي مباراه انبي، وحضر الجمهور بعديها في استاد مختار التتش، وكانت ساعتها اعتقد ان كابتن محمود الخطيب كان هو نائب رئيس النادي، رئيس النادي او عضو مجلس اداره، لكن نائب رئيس مع الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه طبعا. وحصل ان اللعيبه كانت خايفه تنزل رد فعل الجمهور، تنزل الملعب. كابتن الخطيب عرف وطبعا جه على طول في النادي الاهلي، وطبعا يعني كابتن محمود الخطيب مش هنقعد نتكلم عليه لان طبعا يعني اسطوره كبيره جدا طبعا. ولما دخل النادي الاهلي اعتقد ان هو دخل قعد مع اللعيبه وقال لهم لازم تخرجوا للجمهور، الجمهور ده ليه حق عليكم، لازم تخرجوا وتعتذروا له، وانا واثق مليون في الميه ان محدش هيعمل اي حاجه، وخرج معاهم. وطبعا يعني كابتن خطيب عنده حس وعارف كويس جمهور النادي الاهلي، وده كان موقف طبعا تاريخي ان هم يعني حيوا لعيبه النادي الاهلي في وجود الكابتن من ضمن طبعا المواقف اكيد تاريخيه. طب خلينا نرجع لمباراه المصري، وشايف ازاي عوده لاعب مهم زي صالح جمعه للمشاركه في هذه المباراه؟ طبعا حسب ما مستر لاسارتي هيقرر وحسب جاهزيته، احنا عارفين ان هو كان عنده شد في العضله الاماميه مؤخرا يعني، لكن هو عاد خلاص وموجود في قائمه النادي الاهلي. أهمية عودة رمضان صبحي في مباراة بكرة إيه من وجهة نظرك؟ بص حضرتك، طبعا صالح جمعة، رمضان صبحي، حسين الشحات، أبايه، كل دول لاعبين مهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي، تمام. وكل دول لاعبين بيضيفوا النادي الأهلي. أنا على مستوى الشخصي بالنسبة لصالح جمعة، صالح جمعة من اللعيبة اللي أنا بعتز بيهم جدا من الناحية الفنية. لعيب هو عنده قدرات وامكانيات، يمكن كمان في حاجات لسه ما ظهرتش عند صالح، لكن هو
معرفش ليه لحد دلوقتي بخيل على الناس بيها، بخيل على الكوره بيها. هو صالح انا في اعتقادي الشخصي يعني بعد التزامه خلال الفتره اللي فاتت وكان مش مختلفين عليه، مش مختلفين عليه مع الوقت وتوالي المباريات هنشوف صالح جمعه مستوى أنا رائع. انا باكد على ان فكره زي ما حضرتك قلت الالتزام، التزام صالح جمعه الحقيقه لا خلاف عليه، وانا بشوف ومتابعين قد ايه صالح جمعه اصبح انسان جديد زي ما بيقولوا فعلا. والتزامات في التدريب، التزام في تعليمات الجهاز، التزام بمواعيد النوم، كل الكلام ده يعني تم متابعته كويس يعني من خلال النادي الاهلي ومن خلال المتابعه يعني اليوميه يعني. لكن انا بقول ان صالح جمعه عليه ان هو يتم يعني تحرره شويه من فكره ان انت لازم تطور كويس قوي من فكره الاداء، ويبقى ليك مشاركه دفاعيه وليك مشاركه مع انا شايف ان رمضان وصالح جمعه من احد العناصر هتكون مؤثره في مشروع النادي الاهلي ان شاء الله فيما تبقى من مباريات في بطوله. طبعا انا يعني اسمح لي ان انا اقول مباريات النادي الاهلي اللي جايه والمباريات المنافسين عشان خلينا نتكلم عليهم يعني نحدد النادي الاهلي عنده ايه عشان برضه جمهور النادي الاهلي. نبتدي بالنادي الاهلي يلا. النادي الاهلي عنده المصري، عنده النادي الاسماعيلي، عنده نادي النجوم، امبي طلاع الجيش، عنده نادي امبي، عنده طلاع الجيش، عنده سموحه، عنده المقاولين العرب، والمباراه الاخيره الزمالك. النادي الزمالك عنده الاسماعيلي، وادي دجله، حرس الحدود، الانتاج الحربي، الداخليه، الجونه، والاهلي. بيراميدز عنده المصري، المقصه، وادي دجله، النجوم، حرس الحدود. من وجهه نظرك شايف مين اقرب من هذه المباريات ان تكون فرصته اكبر نسبيا بالفوز ببطوله الدوري مثلا؟ لا، هو لازم الاول ابص على الانديه اللي هتلاعب كل فريق. عندنا ناديين عندهم مشكله في جدول الدوري. حرس الحدود في المركز 17، اسف 16، الداخليه في المركز 17. تمام، دول بينافسوا على البقاء. حرس الحدود والداخليه هيلعبوا نادي الزمالك، وهيبقى عندهم مهمه كبيره جدا ان هم يجمعوا اكبر عدد من النقاط على الاقل عشان يقدروا ان هم ينافسوا على البقاء، لان داخل معاهم وادي دجله وداخل معاهم الاتحاد السكندري في نفس العدد النقاط. تمام، فبالتالي هيبقى في منافسه. تمام، كويس. بيراميدز عنده حرس الحدود، نفس الكلام اللي هو والنجوم طبعا عنده حرس الحدود، فبالتالي هم عنده فرقتين مشتركين مع نادي الزمالك، مع الزمالك وبيراميدز بيحاولوا ان هم يقعدوا في الدوري، فهيبقى عندهم قتال طبعا، عندهم رغبه في ان هم يحققوا اكبر عدد من النقاط، فده هيبقى فيه مشكله عند نادي الزمالك ونادي في النادي الاهلي. عنده طبعا الاسماعيلي في موقف كويس في الجدول، النجوم طبعا ده عنده مشكله في الجدول، انبي وطلائع الجيش وسموحه والمقاولين العرب والزمالك برضو موقفهم مفيش مشكله فيه، يتبقى ان النادي الاهلي يبقى عنده الرغبه وطبعا الهدف ان هو يحقق يعني على الورق، على الورق الفرص فيها مشاكل عند الثلاث فرق، ولكن عند نادي الزمالك وعند نادي بيراميدز في عراقيل تخص ناديين مهمين جدا بنفسه على البقاء في الدوري، فدي هتعمل مشكله الى حد ما للفرقتين. طيب خلينا نقول ان الفرص كلها في ايد النادي الاهلي بدايه من مباراه المصري ان شاء الله باذن الله، ان هو يكون موفق في الفوز بهذه المباراه ويقدر يحصد بطوله الدوري من خلال المباريات بتاعته كلها ويفوز بيها بعيدا عن اي فرقه اخرى. خليني في مشهد سريع عايز اتعليقك عليه، وهو خاص بزياره الكابتن محمود الخطيب والاستاذ عمرو فاروق رئيس النادي ونائب رئيس النادي لزياره الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ومؤازره الفريق قبل مباراه الغد. امبارح كانوا متواجدين في الملعب استاذ مختار التتش، شايف المشهد ده ازاي وتعليقك عليه؟ في البدايه عايز اقول كلمه لجمهور النادي الاهلي مهمه جدا ولازم يحطها في دماغه، ان يعني المقوله طبعا لقطات قدامنا ان الفتنه اشد من القتل. تمام. الفتره اللي فاتت حصل نوع من توجيه وارسال بعض الشائعات ان في خلاف ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والاستاذ طبعا الوزير العام الفاروق. امر انا مش شايفه ليه اي نوع من يعني الكلام، خصوصا ان ما فيش اي موقف واضح وصريح حصل او حد خرج بيه ان في ازمه ومشكله ما بين رئيس النادي والنائب رئيس النادي. الامر الثاني والمهم جدا ان السيد العام الفاروق من الناس
اللي دايما داعمين ومساندين الكابتن محمود الخطيب، وقد ايه يعني الراجل بيقوم بدوره المخصص ليه والمحدد ليه وفقا لمجلس الاداره. تمام. ف ده 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 متوقع، ويمكن الموقف ده يعني اكد على ده. تمام. مش عايزين نقف عنده كتير. اكيد. يعني من النادي الاهلي مش يقف عنده. يعني ده شيء اصلا معتاد يعني. ما يقفش عند الموضوع ده خالص، النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. صح صح صح. مجلس اداره مجلس محترم. طيب. يعرف قد ايه حدوده واختصاصاته يعني. سريعا، انا عارف ان انت امين صندوق اللجنه البارالمبيه، ايه الاخبار في اللجنه والامور ماشيه ازاي وابرز التحديات والبطولات اللي هيتم المشاركه فيها خلال الفتره الجايه؟ لا احنا في سرعه احنا ماشيين كويس الحمد لله. والامور عندنا بطولات مشاركين فيها، وفي بطولات يعني بتمارس حاليا، في بطوله في جلاسكو في انجلترا، وفي بطوله في المغرب العاب قوه دي سباحه ودي العاب قوه في المغرب، وان شاء الله عندنا بطولات قادمه للتاهيل بالنسبه لرفع الاثقال وبقيه الالعاب، وربنا يكرم ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب وكل التوفيق ان شاء الله. اخيرا توقعاتك للمباراه بكره بسرعه. مباراة مهمة للنادي الأهلي، عليه إن هو يحقق فيها ثلاث فوز ثلاث نقاط، ولكن المصري فريق مش سهل طبعاً. فريق قدر إن هو يستعيد إيهاب جلال مدرب كويس، فمباراة مش سهلة يعني. مفيش توقع يعني. لا أنا ما بتوقعش النتائج لأن حسب ظروف المباراة يعني. أكيد. حسب كل ظروف كل مباراة. نتمنى إن الظروف كلها تكون في صالح النادي الأهلي في هذه المباراة ويقدر يحصد ثلاث نقاط جداد في بطولة الدوري. أستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع، أنا بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكرا جزيلا. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. في قبل ما نختم طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الغد، إن شاء الله يحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره في بطولة الدوري، ويقدر إن شاء الله ياخذ مباراة تلو الأخرى نحو الاحتفاظ بهذا اللقب للموسم الرابع على التوالي، والبطولة رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي في بطولات الدوري العام. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، استنونا وحلقة جديدة بكرة في نفس الميعاد. إلى اللقاء.